الخير لازم يوم مشاهدي الإخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير وين ما كنتوا. نهار جديد بتمنى يحمل معه أكيد كل الخير لكم. اليوم بحلقتنا معنا العديد من المواضيع والفقرات والضيوف المميزين. في الفقرة الطبية حيكون معنا الدكتور قصي أزير، ولنحكي أكثر عن البشرة معنا مرح عرنجي، وبالإضافة أكيد حنسلط الضوء على الديكور مع الفنانة التشكيلية لين نظام، وآخر شيء حنحكي باليوم العالمي للأسرة مع فاطن نظام. وأكيد صباحنا ابتدى. صباح الخير يا سالي. سعد صباحك سمر. صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية. رمضان كريم أكيد عليكم إن شاء الله، هيك بهالشوبات يخفف هيك من حدة الصيام. أكيد كل يوم عم نطلع عليكم بتمام العاشرة صباحا من مطعم قصر اللؤلؤ، لا يكون لنا مواضيع وفقرات عديدة ومتنوعة. ما مننسى نتشكر عاليا الغبرة، مصممة الأزياء عاليا الغبرة يلي صممت لنا العبايات يلي نحنا هلأ عم نلبسهم بها الشهر الفضيلة. أكيد مثل كل يوم عم يكون عنا فقرات، إن شاء الله هالفقرات تحقق لكم الإفادة وتكون على قدر رضاكم. أكيد سمر وين رح نروح؟ أكيد هلأ سالي مثل كل يوم بصباحنا بنبدأ بجولة على أبرز الأحداث اللي صارت بتاريخ يومنا. فشو تسجل أحداث بتاريخ اليوم؟ خلونا نشوف في التقرير التالي. اليوم 15 أيار، عبر الزمن والسنين شهد اليوم كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة على ذاكرة هاليوم. مثل اليوم من عام 1940 تأسيس شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز، وبعام 1990 الموسيقار ياني يصدر ألبومه السادس والذي يحتوي على 15 مقطوعة، وبعام 1991 نادي مانشستر يونايتد يحرز لقب كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس بعد فوزها في النهائي على نادي برشلونة بنتيجة 2-1، وبعام 2018 افتتاح جسر القرم الرابط بين شبه جزيرة القرم والبر الروسي ليصبح بذلك أطول جسر في أوروبا حتى تاريخ افتتاحه. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 15 أيار تاريخ ولادتها بعام 1840 عمر الخيام، عالم وشاعر فارسي، وبعام 1859 بيير كوري عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1903، وبعام 1951 فرانك عالم فيزياء نظرية أمريكية حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 2004. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 15 أيار تاريخ وفاته فبعام 1997 سعد الله والنوس كاتب مسرحي سوري. واليوم 15 أيار هو اليوم العالمي للأسرة. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بمثل اليوم 15 أيار. نهاركم سعيد. إننا محكومون بالأمل، من أشهر الجمل التي قالها المبدع سعد الله والنوس. أكيد اليوم بيصادف تاريخ وفاته محطات عديدة من تابعها بالتقرير التالي. سعد الله والنوس هو ناقد ومنتج وكاتب مسرحي سوري، ولد في عام 1941 في بلدة حصين البحر بالقرب من طرطوس بسوريا. يعتبر أحد المبدعين البارزين في الدراما العربية. في عام 1959 حصل سعد الله والنوس على الثانوية العامة وسافر إلى القاهرة في منحة دراسية للحصول على ليسانس الصحافة من كلية الآداب جامعة القاهرة. في عام 1963 حصل سعد الله والنوس على ليسانس صحافة وانتهى من إعداد دراسة نقدية مطولة عن رواية السأم لمورافيا ونشرها في الآداب في نفس المجلة. نشر أيضاً مسرحيته ميدوزا تحدق في الحياة، بعدها إعاد إلى دمشق وتسلم وظيفته في وزارة الثقافة. في عام 1964 أصابه نشاط أدبي حيث نشر ثلاث مسرحيات قصيرة في الآداب البيروتية والموقف العربي بدمشق.
في عام 1965 صدرت أول مجموعة له من المسرحيات القصيرة عن وزارة الثقافة تحت عنوان حكاية جوقة التماثيل، وتضمنت 6 مسرحيات. في عام 1966 حصل ونوس على إجازة دراسية من وزارة الثقافة وسافر إلى باريس ليطلع على الحياة الثقافية هناك ويدرس المسرح الأوروبي. وقد كانت نكسة عام 1967 بمثابة الطعنة المسددة لشخص عبدالله ونوس عن قصد، أصابته حزن شديد خاصة وأنه تلقى النبأ وهو بعيد عن الوطن وبين شوارع باريس، فكتب مسرحية حفلة سمر من أجل 5 حزيران. وفي نهاية هذا العام عاد إلى دمشق، حيث عهدت وزارة الثقافة إليه بتنظيم مهرجان دمشق المسرحي الأول في شهر أيار، وبالفعل أقيم المهرجان وتم تقديم أول عرض مسرحي لونوس من إخراج علاء الدين كوكاش، وكانت المسرحية الفيل يا ملك الزمان. بعد إصابة ونوس بمرض السرطان في أوائل التسعينات لم يستسلم له، وعاد إلى الكتابة بعد فترة توقف طويلة شملت معظم الثمانينيات، فقدم أعظم أعماله ومنها منمنمات تاريخية، طقوس الإشارات والتحولات، وقد تم عرض طقوس الإشارات والتحولات في لبنان ومصر بعد الوفاة من إخراج المخرجة اللبنانية نضال الأشقر والمخرج المصري حسن الوزير. من مؤلفاته نذكر أيضاً عندما يلعب الرجال، جثة على الرصيف، أحلام شقية، رحلة في مجاهل موت عابر، المقهى الزجاجي وغيرها الكثير. تم تكريم سعد الله ونوس في أكثر من مهرجان، أهمها مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، مهرجان قرطاج، وتسلم جائزة سلطان العويس الثقافية عن المسرح في الدورة الأولى للجائزة. توفي سعد الله ونوس في 15 من أيار من عام 1997 بعد صراع طويل استمر 5 سنوات مع مرض السرطان. سمر، يعد التهاب المعدة والأمعاء أو ما يعرف بالنزلة المعوية هو أحد الاضطرابات الشائعة لدى البالغين وحتى الأطفال، وأحيانا تسمى إنفلونزا المعدة. هو اضطراب في الجهاز الهضمي وهو أكثر شيوعا بين الأطفال. أهم أعراضه هو حدوث إقياء، وأيضا يرافق إسهال أو ما بعد، ويرافقه بعض الأحيان ارتفاع بالحرارة، تشنجات بالبطن خاصة بفصل الصيف. فصل الصيف مثل ما بنعرف هو فصل مليء بالأكلات مثل البوظة، حتى مثل أشياء تانية، حتى العصائر رح نحكي أكثر عنه بشكل موسع ونفوت بهذا الموضوع. معنا الدكتور قصي الزير، اختصاصي بأمراض الأطفال. رمضان كريم، يسعد صباحك. يسعد صباحك، رمضان كريم علينا وعلى جميع الأخوة المشاهدين، وإن شاء الله الصيف بيكون خير على أطفالنا وعلى الكبار كمان، يكون بعيد عنهم التهابات الأمعاء أو التلبك المعوي أو مشاكل الأمعاء اللي بنشوفها كتير بهالفصل. أكيد دكتور، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. وردو حلو مثلي. شكرا دكتور. بالبداية خلينا نحكي عن التهاب الأمعاء، بما أنه نحن صرنا بشهر الصيف، ليش بينتشر وشو هو التهاب الأمعاء كتعريف؟ هلأ التهاب الأمعاء قلنا كلمة التهاب معناتها في يا جراثيم يا فيروسات مسبب مرضي خارجي ليغزو الأمعاء الجهاز الهضمي ويؤدي لأعراض مرضية. فعنا طفيليات، عنا ممكن فيروسات، عنا جراثيم، ممكن يصير غزو للأمعاء من هالأنواع هاي لسبب تلوث لسبب معين، وهذا الشيء ممكن يؤدي إلى أعراض معوية مثل ما تفضلت من إسهالات أو إقياءات أو ارتفاع بالحرارة أو تطبل بطن أو ما شابه ذلك. هذا الشيء يعني بيكتر بفصل الصيف، لأنه بفصل الصيف هو أولا درجات الحرارة مرتفعة، التخرب الغذائي بيكون كتير أكتر، لذلك التلوث الغذائي بيكون أكتر، الرحل والنزهات بتكون كتيرة عند الأطفال والكبار، ممكن يصير في حتى العادات الغذائية أو النظافة قد لا تكون مثل ما منحب، فهذا الشيء ممكن يؤدي إلى كثر هالشيء بالصيف. الخضرة بتنتشر، الفواكه الصيفية
يلي أكتريتها مزروعة بالأرض مثل الفريز وما شابه ذلك، هذا الشيء ممكن ما يتغسل بالشكل السليم من الخضرة والفواكه، فلذلك قد تحمل بعض الزيفانات الجرثومية أو بعض الفيروسات أو بعض حتى الطفيليات يلي بتؤدي لأعراض بإنتان المعوي. فلذلك نحن دائما مناشد الأهل بفصل الصيف على النظافة الشخصية أو العناية بالنظافة، حتى بعناية نظافة اليدين ونظافة الخضرة وما شابه من الأطعمة، ونبتعد عن الأطعمة الملوثة يلي ممكن أنه نحن نشك بتلوثها حتى ما نصاب بالأمراض الإنتانية المعوية. نعم. أكيد. دكتور، يعني مثل ما تفضلت حكيت أهم شيء النظافة، وخاصة بفصل الصيف هو فصل ارتفاع كبير بتشهده درجات الحرارة، ومثل ما بنعرف الأطفال بشكل عام بيحبوا أكلات السوق، سواء البوظة اللي بالسوق أو حتى الأكلات يلي فيها داخلها مايونيز، هدول القصص فبياكلوا منها، واحيانا بخبصوا برات البيت. صح. بالمدرسه، بعد المدرسه بيشتروا هدول القصص، بيجوا على البيت بطني عم يوجعني، ففي اعراض معينه يمكن للالتهابات اللي بيتعرض لها الطفل. خلينا نحكي شو هي الاعراض. هلا حكيتي في بدايه الحلقه انت عن بعض الاعراض، لكن مثل ما تفضلتي نحن الشاورما او بعض الاطعمه اللي بتحوي المايونيز يلي مكون من البيض الني، وتخرب البيض معروف، حتى تخرب اللحوم الدجاج ولا ما شابه ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة اللي عم ياخدها من السيخ أو اللي عم ياخدها من الخارج بسبب ارتفاع هذا الشيء، بيؤدي لتخرب المادة الغذائية ووجود زيفانات جرثومية فيها ممكن تؤثر بأعراض مرضية. هلأ الأعراض بتختلف. هلأ عدم تحمل غذائي كمان نحكي عليه بهمسة، ممكن أنه الطفل يأكل أكلة تكون دسمة أو تكون يعني هضمه صعب على الطفل، ممكن تعطي اعراض عدم تحمل غذائي قريب لاعراض الانتان المعوي. الانتان المعوي اكثريتهم بيجونا بارتفاع بالحراره، يعني نسبه عاليه بيجي بارتفاع بالحراره، نسبه كمان بتجي بالقياءات الممكن انه تكون مزعجه للطفل وللاهل، الالم البطني المزعج، الاسهالات المتنوعه ممكن تكون زحاريه، ممكن تكون اسهالات مائيه بحسب نوع الغازي للأمعاء، مثل ما قلنا إن كان جرثومة ولا زيفان الجراثيم ولا فيروسات ولا طفيليات، فحسب نوع الغازي الأعراض بتختلف من طفل لآخر، وحسب عمر الطفل وحسب كمان المناعة الداخلية للطفل. لذلك ممكن أنه أهل يأكلوا أكلة ملوثة تلاقي عند طفل أو عند شخص من هذه العائلة أعراض شديدة، عند الآخر أعراض بسيطة، عند الآخر ما عنده ولا أعراض. فإذا تختلف كمان بالأعراض بحسب الجهاز المناعي لكل شخص. فهون بقى هون على الحكيم إن كان طبيب الأطفال ولا هذا أن يقدر الأعراض ويعالج الأعراض السريرية بحسب كل شدة وشدتها. دكتور، التهاب الأمعاء مثل ما عم نحكي نحن هو بينتقل يمكن من شخص لآخر، وهو كمان بيصيبنا عن طريق الماء أو الطعام الملوث. طيب إذا كان هو مرض مثلا معدي التهاب الأمعاء، كيف فينا نتجنب العدوى وبالأخص للأطفال الصغار وهن عم بيروحوا على المدارس أو يعني عم يتقابلوا مع أطفال تانيين بالألعاب أو بأي مكان آخر؟ صحيح. أول شيء لازم نعلم أطفالنا على النظافة الشخصية، وللأسف هذا الشيء بنفتقره عند الكثير من العائلات. النظافة الشخصية أنه ما نخلي الأطفال يتناولوا الطعام بين بعضهم، الغسيل الأيدي ما قبل الطعام هي كلمة من نرددها بكل حلقة بنحكيها عن الإنتانات المعوية، ممكن حتى بكتب المدرسية حتى بهذا، لكن منلاقي الأطفال الطفل دائما متسرع بيحب أنه لا الشغلة يلقطها وياكلها. إذا ما زرعنا بداخل الطفل الثقافة النظافة الشخصية، من الصعب أنك أنت تسيطري على الطفل بخارج وجود الأهل أو خارج وجود حدا مسيطر عليه. فلذلك لازم نزرع آلية أو ثقافة النظافة الشخصية، هي شغلة. لازم نزرع عند الطفل محبته للأطعمة الصحية السليمة، ما نخليه دائما يعني عنده حب للأطعمة الأخرى. يعني نحن نعاني من الأهل كثير أنه بيحبوا يطعموا أولادهم شو ما طلبوا، وبتلاقي الأب حامل ابنه وجايب وعمره أشهر أو عمره السنة وأخذه يشتري له أكلات طيبة من أماكن ملوثة بوظة وما شابه ذلك، قد تؤثر على صحة الطفل، وبيراجع الطبيب بيقول له والله لأنه عم يأكل ما بيأكل إلا هالشغلات، ما مين عم يعلمه على هالشغلات. صحيح. هو مو نازل من عند ربه قايل له أنه فيها الأكلات هاي بالمجتمع. صحيح. هو نحن الكبار الخطأ منا نحن بالعادات التغذوية الخاطئة اللي منعود فيها أطفالنا، هذا الشيء بيأثر على صحة الأطفال. فلازم نعطي إذن عادات النظافة الشخصية وعادات التغذية الصحية السليمة حتى نوقي أطفالنا من
أمراض الإنتانات المعوية أو عدم التحمل الغذائي أو المشاكل المعوية عند الأطفال. هي شغلة. الشغلة الثانية غسيل الفواكه والخضار بالشكل السليم. دائما ما نعطي أطفالنا الطعام إلا ما نحن متأكدين من نظافته، ما يكون مثلا معرض لجراثيم أو معرض لدرجات حرارة عالية. لازم كمان نحن إذا بنشتري لهم أكلات طيبة أو بنشتري لهم بعض الشغلات تكون محددة وتكون من أماكن مو مكشوفة مو ملوثة، وتكون محافظة على درجات حرارة معتدلة حتى ما تكون فيها تخرب. يعني كيس الشيبس إذا تعرض لدرجات حرارة عالية، إذا محطوط على واجهة المحل، هذا ممكن يؤدي إلى تفاعلات كيماوية ضمن الكيس تؤدي إلى تخرب المادة الغذائية وتصير ضارة، بغض النظر عن ضررها كأمراض سرطانية. وهي ممكن يعني بعض الناس تقول لك أخي وين بده يصير معه، كل واحد بده يأخذ كيس شيبس منزوع بده يصير معه سرطان، هذا لا، لكن هي تتخرب بمواد ضارة جدا. صحيح. غير أنه بتصير فيها تتكون فيها بعض الزيفانات الجرثومية التي تؤثر على صحة الأطفال. أكيد. فلذلك نحن دائما لازم نقي أطفالنا من هالشغلات. لازم عالم الطفولة عالم جميل، ومو الطفل هو المنحاسب ومنحاسب الأهل، لأنه الأهل هن اللي بيأثروا على الطفل، هن اللي بيعطوه المادة الغذائية وهن اللي بيعلموا الطفل. فتعليم الطفل الصح هو بيمشي بالخط السليم. طبعاً. يعني نحن همسي هلأ بشهر رمضان المبارك بيراجعني أطفال عمرهم 6 سنوات و7 سنوات و10 و9 سنوات، إن كان ذكور ولا هذا، صايمين. بتلاقي الطفل نحيف، بتلاقي عنده الطفل صار عنده إعياء، صار عنده مشاكل صحية، وعنده مدرسة عم يروح بدرجات الحرارة العالية على المدرسة. فبتلاقي عنده صار آلام بطنية، صار عنده اضطرابات معوية، لأنه وقت الإفطار عم يفطر مع أهله بحسب يعني الوجبات الغذائية اللي حاطينها الأهل، فبصير عدم تحمل غذائي لأنه طفل صغير ما عنده قدرة هالفترة الصيام الطويلة، وبصير بده ياخذ سوائل، فبصير اضطرابات هضمية عنده. هذا الشيء عم يراجعونا هلأ بالعيادة، هو ما ليس بإنتانات بقدر ما هو اضطرابات غذائية. يعني كمان حلمنا على أطفالنا يلي لسه ما وجب عليهم الصيام، ما نحاول نحن نزعجهم ونصومهم بفترة المدرسة وبهالفترات هاي. ممكن هذا الشيء كمان عم يأثر على صحتهم، وخاصة الأطفال النحيفين اللي ما بيكون عندهم يعني سمنة وبيكون بأعمار صغيرة 6 و7 و8 سنوات. نعم. طبعا. يعني دكتور يمكن الأهل هن القدوة الأولى للطفل بأي شيء مثل ما فضلت وحكيت، وخاصة الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة والتي تحوي مواد حافظة ممكن تأثر على جينات، ومثل ما قلت بتكون مسرطنة على عكس ما بيتداوله الأهل. لالتهاب درجات أحيانا الالتهاب ممكن يتعالج بأدوية الالتهاب طبعا اللي بيوصفها الطبيب، واحيانا يستوجب الدخول الى المشفى. صحيح. خلينا نحكي عن درجات الالتهاب اللي بتصيب الطفل، ومثل ما تفضلت حكيت بدنا ننوه انه هي شيء مناعي للطفل، اجسام خلينا نحكي عنه. يعني في عندنا اطفال بيوصلوا لحاله التجفاف تماما، حتى الكبار يعني ناخذ نحن بعالم الطفوله. التجفاف اذا له درجاته، هلا بس يوصل الى درجات الخطوره نضطر ندخل الطفل على المشفى لحتى نعوض التجفاف تبعه. اضطرابات الشوارد بتصير عنده، شوارد الصوديوم والبوتاسيوم يعني هدول اي اضطراب فيهم بيأثر على حياة الطفل. ممكن يصير عنده اضطرابات واختلاطات دورانية بالجهاز الدوراني، وقد يؤثر على صحة الطفل. لذلك الإسهالات الشديدة مع الإقياءات الشديدة قد يحتاج الطبيب انه يحول الطفل الى المشفى للمعالجة، هذا ضمن التجفافات العالية. اما التجفافات البسيطة ممكن نعالجها نحن ضمن خطط علاجية، وكل طفل يختلف عن آخر بحسب جسمه، بحسب مناعته، بحسب نوعية التشخيص، إن كان فيروسي ولا جرثومي ولا من نوع من أنواع الجراثيم أو الطفيليات الزحار وما شابه ذلك. فلذلك ما لازم الأهل يروحوا على الصيدلية ويشتروا الدواء لحاله. دائما عشوائية أعطاء العلاج هذا بيأثر كثير على صحة الطفل. حكيم الأطفال هو بيحدد يعني حالة الطفل المرضية والصحية، إن كان في تجفاف أو إن كان ممكن معالجته بالمنزل، وخطة العلاج الدوائية بيحددها طبيب الأطفال عند الأطفال. دكتور كثير بنسمع أقوال عن التهاب الأمعاء أنه ممكن يسبب وفاة للأطفال أو للمسنين، حتى بالإضافة أنه هو التهاب الأمعاء عند الرضيع أنه ما بصير هو يشرب الحليب أثناء فترة العلاج من التهاب الأمعاء،
ولالتهاب الامعاء ما في عنده هو علاج، يعني اكيد يعني انه ما في عنده علاج فوري الواحد بيطيب منه. شو رايك بهالاقوال؟ شو الصح منه وشو الخطا؟ هلا العاميه بنشيلها على جنب، نحن للاسف مجتمعاتنا بتاخذ بعض العادات الخاطئه بالحكي، شو بتحكي ستي وشو بتحكي عمتي وشو بتحكي، فايام بيعالجوا من خلال العادات الخاطئه، هي من قيمة على جنب. كل طفل بيتحدد تشخيصه حتى نحافظ على حياه الاطفال، اكيد كل ما صغر الطفل اي حاله مرضيه هي خطره عليه اكثر من الكبار، الطفل هو عالم جميل وصغير، فاي خلل شاردي عنده او بالغازات يعني حماض او شيء بيصير عنده او اضطرابات بالتشفى بالسوائل ممكن يؤثر على حياه الطفل ان لم يعالج بالشكل السليم، لذلك عندنا خطط العلاج الحمد لله موجوده بطب الاطفال بالشكل السليم حتى نخفف من نسبه الوفيات من التشفاف او من الاسهالات الشديده. نحن عندنا بعض الفيروسات مثل الروتافيروس شديده الفوعه اذا اصيب فيها الطفل حتى الكبار مثل ما تفضلتي كبار السن مثل الاطفال، فممكن انه تؤثر على حياه الطفل بعدد مرات الاسهالات الشديده، بيروح من الطفل سوائل، هذا بدنا نعوض السوائل وعم يروح منه شوارد، يعني عم يطلع منه الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وما شابه ذلك، هذا لازم طبيب الاطفال يعوض هالشيء من خلال حلالات فمويه اذا كان فينا نعطيه عن طريق الفم، واذا كان يستصعب اعطائه عن طريق الفم او كميه الوارد الفموي ما عم يعطي الوارد اللي عم يخرج منه بالاسهالات منعوضها عن طريق السيرومات بشكل سريع حتى ما يؤثر على صحة الطفل ويؤدي إلى تشفاف، يؤثر على الخلايا الدماغية، ممكن على الجهاز الدوراني وهذا الدوراني ممكن يؤثر على حياة الطفل، هذا الشيء بالحالات الشديدة. لكن الحمد لله ضمن خطط علاجاتنا ووجود المشافي بالشكل السليم عم نكون دائما نتصدى لهالحالات الشديدة تتعالج ونسبة الوفيات قليلة أو نادرة بسبب الأهل وعيهم ومراجعة الطبيب بسرعة ومن ثم الطبيب كمان معاينته ومعالجته بشكل بسرعة. السليم هذا الشيء عم يخلي أنه الحالات الشديدة بشكل عام تكون نادرة أو أن تعالج بالمشفى حتى نخفف من اختلاطات يلي ممكن تصيب الطفل. نعم دكتور قصي، يعني فينا نسميها أعراف، فينا نسميها شغلات مثل ما قلت بتقولها ستي بتقولها عمتي، تفاحة الصبح بتحسن لك من معدتك اذا كانت عم تجعك، اللوز مثلا، لا اي حد هدول المعلومات صحيحه دائما هو الطب طبعا. هلا انا حدا بيؤمن بالطب يعني ما بؤمن بهدول الشغلات، ولكن هل صحيح اللوز بخفف من التهابات المعده؟ وهل صحيح كمان التفاحه على الريق؟ هلا التفاح ولا اللوز ولا ما شابه تمام. هو من الفواكه الجميله، يعني دائما انا اقول نحن بلاد الشام موجود عندنا اجمل فواكه ومحازيننا عليها العالم، يعني كل التفاحة بالشام غير ما بتاكليها بالخليج ولا بتاكليها بأي مكان وبأوروبا إلا طعمة إلا ميزة فواكه الشام، لذلك أنا دائما بناشد الأهل يطعموا من فواكه الشام، يعني أنا عايش بالشام ما بجيب والله فواكه من خارج سوريا لطعم ابني، ما بعرف شو من الفواكه استوائية ولا فواكه من ماليزيا ولا ما، أنا عندي أجمل فواكه ربنا خلقها مثل ما تفضلتي التفاح، الموز صار موجود عندنا بكثرة، البرتقان، فتوازن الفواكه الموجودة في بلادنا بتعطي صحة جميلة إذا كانت نظيفة، وأكيد التفاح هو فيها مادة البكتين بتساعد على تخفيف الإسهالات عند الكبير وعند الصغار، الصفرة الناضجة هي الجميلة فيها مادة البكتين، الأخضر كمان جميل فيها مواد الحامضة الجميلة للهضم، لكن الصفرة الجميلة اللي ببلادنا الموجودة بيعطي مادة البكتين وبيخفف من الإسهالات. دائما نحن عند الأطفال الرضع منحب الفاكهة تكون مسلوقة. هلأ بيجيبوا تمر من برا، التمر من الفواكه يلي ممكن تحمل جراثيم وفيروسات مخيفة إذا ما تغسلت بالشكل السليم، والانواع الممكن تجي انواع هي نوع انواع ملو، لذلك ما بعطيها للاطفال بالشكل كيف ما كان، ما بيعطوها لعمر 5-6 شهور ببلشوا فيه بالتمره وبيسوي لانه بدها غسيل بشكل جيد، بدها غلي لحتى تروح، يعني بنعرف نحن هي مزروعه بالصحراء لا في ماء امطار ولا في شيء، عم يبيعوها بالكراتين يعني ما نظيفه، فممكن تتعرض للخفاش، ممكن تتعرض للحشرات، ممكن تتعرض للفيروسات أكيد. للفطريات،
فهذا وتجمعها بضمن الأسواق بآلية خاطئة مثل العجين بتلاقيها، هذا بيزيد من فوعة الجراثيم والفطريات الموجودة فيها. هو لازم يكون دكتور وعي وبيطعموها للطفل، فبتلاقي وعي كبير لازم يكون للأهل، وعي الأهل يديروا بالهم على أولادهم. وأكيد اليوم سمعوك دكتور ونصائح كثير مفيدة وقيمة يعني أضفتها لنا ولهم، ونتشكرك ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا لكم. هي موضوع شائك وكبير، نتمنى دائما النظافة الشخصية، الاعتماد على أطعمة المصنعة في المنزل بأيدين الأم الكريمة يلي بتعطي الصحة والسلامة للطفل. صحيح. والنظافة، الابتعاد عن الأطعمة الملوثة قد ما فينا، نحاول نطعمي أطفالنا من أطعمة البيت بالشيء اللي بيتحمله التحمل الغذائي، ما يكون شيء خلل بالغذاء للأطفال. أكيد. بحسب عمرهم، وإن شاء الله دائما نشوف أطفالنا بعيد عنهم الإنتانات المعوية وعدم التحمل الغذائي ونشوفهم سليمين إن شاء الله. وشكرا لكم لهالجلسة الجميلة. شكرا لك يا دكتور، نورت صباحنا لليوم إن شاء الله. صباحكم حلو مثلكم. شكرا كثير لوجودك معنا، ورمضان كريم عليك وعلى عائلتك. تسلمي. شكرا شكرا شكرا. هلا يا صالح ننتقل كما أن أصوات رصاصهم هي الكلمة الفصل في الميدان مرهبة قلوب أعداء الوطن، جاءت أصوات حناجر كورال جرحى الجيش العربي السوري وموسيقاهم على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية مساء أمس الاثنين، لتسمع العالم أن الجولان أرض سوريا وأن وطننا سيبقى بلد التاريخ والحضارة والمحبة والسلام. تفاصيل أوفى مع مازن محمد. كما كان لصوت رصاصهم في الميدان الكلمة الفصل، على هذه الخشبة أعلنوا موقفهم متحدين ومؤمنين بأن الأرض لنا رغم جراحهم، لم يعتادوا أن يبتعدوا عن الواجب، فاستبدلوا سلاحهم بالكلمة لتصدح حناجرهم على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية بأن الأرض لنا وأن جولان أرض عربية سورية. هي السنة إلى رمزية كتير كبيرة، عنوان الفعالية هي الجولان لنا، فطبعا الجولان بتخص كل المحافظات السورية وهي قطعة غالية على قلبنا. نحن دعاة سلام، شبابنا مصرين أن بعد الإصابة ما نستكين، لازم نضل مستمرين عم نخدم بلدنا، عم نخدم سوريا، عم نقول كلمة الحق. نحن دعاة سلام، نحن سوريا بتستحق منا هيك وزيادة. عم نغني للجولان لأن الجولان هو قطعة أرض سورية، ولم نقبل أبدا إلا تكون سورية. هؤلاء الأبناء الذين أصيبوا بأجسادهم استبسلوا للدفاع عن سوريا، والآن يستبسلون للدفاع عنها بالكلمة وبالصوت وبالرسالة. نحن شعب لا يموت، لذلك ستنتصر سوريا بهم وبنا وبالأطفال وبالكبار وبالصغار وبجيشنا العربي السوري البطل، ستنتصر سوريا. هؤلاء الأبطال زرعوا أجسادهم في كل مكان من سوريا دفاعا عن هذه الأرض، وأيضا هم يؤكدون أنه وهم يدافعون يعني عن كل شبر من سوريا دائما كان في عمق بوصلتهم الجولان. لا تنسى أنه هذه المعركة التي نخوضها منذ 8 سنوات هي في عمق الجولان. إسرائيل موجودة خلف كل يعني حادث إرهابي حصل على الأرض السورية. أهم رسالة رح تكون أنه هدول الشباب حتى لو تصابوا، حتى لو ما قدروا يمشوا أو يقدروا يشوفوا أو أي شيء، فهني قدرانين حاربوا حتى بالحرف. 45 رجلا من أهل العزم احتضنهم كرار الجرحى الجيش العربي السوري، أعلنوا موقفهم وقدموا احتفالية وطنية التوقيع فيها كان لجمعية المقعدين وأصدقائهم تحت عنوان الجولان لنا. جايين نفرجي العالم عبارة مثل الشجر بأرض بلادي، منموت ونحن واقفين. يمكن وقفنا عن القتال على ساحات جبهات، بس نحن رح نوصل رسالة لكل العالم أن الجولان لنا. يمكن ما نقدر نوصل هالرسالة بالسلاح مثل ما كنا بالأول، بس هلأ رح نوصلها بأصواتنا ككورال غنائي، يعني نوصل صوتنا بالأغاني، وهيك كل العالم تسمع بها الموضوع، انه بيشوفوا نحن بارض المعركه قوايا وبالكورال قوايا، وين ما رحنا وشو ما اشتغلنا باي مناسبه باي تكريم نضل مثل ما نحن. رساله من نوجهها لكل جري عربي سوري انه نحن قويين وعازمين على القوه، كنا بالمعركه وان كنا بالصوت، وصوتنا ان شاء الله بيوصل لكل جريح من قل سوريا منصوره بعون الله، وعصيه العالم كلها سوريا راح تضل قوي. نحن الشعب السوري دائما بأي موقع ننحط فيه، لو كنا مصابين لو كنا جرحى، نحن رجال هذا الموقع. يابا كلمتنا عم نعلنها ونسرها،
يابا كلمة نعم نعلنها ونسرها وصلاة الدعاء بيشعروا ما عايزين عن أي شيء قادرين نكفي الرسالة اللي حملناها قاتلنا وصبرنا بأرض المعركة وهون رغم إصابتنا راح نصبر وراح نبقى نقاتل لو بلساننا لو بكلامنا لو بصبرنا بدنا نفرجي العالم انه نحن قادرين على كل شيء وهالإصابة ما أثرت فينا خلينا نكون ايد وحدة منشان ننتصر على هاي الأزمة وعلى هاي المحنة اللي مر فيها بلدنا ونكون طريقة جديدة للنصر بأصواتنا نكون ايد وحدة يعني كلنا نكون ايد وحدة رسالة كمان للأعداء انه نحن حتى لو تصاوبنا لو كنا جرحى قادرين نكون على الأرض بالكلمة أو السلاح رجال لم يعرفوا يوما طعم الهزيمة إنهم رجال الفعل وأولاد الحياة أبطال سوريا جرح الجيش العربي السوري مرة بلشت ملامح الصيف أو اليوم ما رح نقول ملامح اليوم صيف بامتياز أكيد. كأنه قاعدين بقاب إن شاء الله صايمين هيك يخفف عليهم حدة هالشوب رح نحكي اليوم ببداية فصل الصيف عن الأعراض اللي بتتعرض لها البشرة كيف فينا نعتني فيها كيف فينا أيضا نرطبها بفصل فيه يعني خلينا نقول كمية من الشمس عالية جدا أكيد كل الصبايا يا سالي بيسألوا كتير أسئلة ماذا تحتاج البشرة في الصيف لتجنب التعرض لمشاكل البشرة في هذا الفصل وما المشاكل اللي ممكن نتجنبها خلال شهر رمضان المبارك كتير من الأسئلة رح تجاوبنا عليها أكيد أخصائية البشرة مراح رنجي سعد صباحك يا مراح صباح الخير صبايا ورمضان كريم علينا وعليكم رمضان كريم أهلا وسهلا فيك يا مرح بالبداية مثل ما بتعرفي أنت خبيرة بشرة ويمكن العناية بالبشرة بتتطلب عدة شروط وعدة قصص بيجوا بيسألوك الصبايا عليها أي صبية بيحب تحب أنا تتطلع بهالمراية تلاقي بشرتها هيك صافية خلينا نحكي بفصل الصيف البشرة بتتعرض لكثير من العوامل غير الهواء وغير القصص اللي بتطقص أيضا أشعة الشمس يلي بتتعرض لها البشرة خلينا نبدأ بكيف فيها تعتني الصبية ببشرتها ببداية فصل الصيف هلأ مثل ما بنعرف كلياتنا بحاجة الشمس وكلياتنا بنحب الشمس وقت تطلع الشمس بدنا نطلع وبدنا نتشمس وكثير بيصيبنا سعادة وهي أصلاً بتعطينا أكيد فيتامينات مهمة بس بالمقابل في الأفراد فيها أو الأفراد بالتعرض لإلها بيعملنا كتير مشاكل بالبشرة في منها في إلها كتير نتائج ممكن تكون سيئة لبشرتنا منها أنه أول شيء ممكن تسبب حروق لإلنا في حروق درجة أولى حروق درجة تانية ممكن توصل للنهايات العصبية بالبشرة عنا هذا الشيء بيؤدي لممكن ألم ممكن تورم ممكن كياس مي على البشرة كرمال تعوض هذا الجفاف اللي صاب البشرة على سطحة أكيد. في عنا كمان من أشعة الشمس أضرار ممكن التجاعيد تظهر على البشرة والسبب انه البشره فيها الياف وهي الالياف تحوي على كولاجين لما الشمس تضرب هالبشره او بتبقى عليها لوقت طويل البشره بهالحاله هي بنشف فيها الكولاجين يلي هو بالاساس بيعطي مرونه للبشره هذا الشيء بخليها تتكسر وتتجعد وتقل من مرونتها بما انه عم نحكي عن البشره كل الصبايا بيسالوا شو هي انواع البشره واكثر نوع صعب واكثر نوع متعب وممكن انه يعني بده اهتمام زياده عن الانواع الثانيه للبشره خلينا نعرف هلا عموما يعني كانواع بشرات نحن عنا البشره العاديه او الطبيعيه الحساسه المختلطه الجافه والدهنيه بالنسبه لفصل الصيف اكثر البشرات يلي انا بلاقي صبايا بيجوا لعندي وبيعانوا كثير هي البشره الدهنيه لا بتلاقي لا بيثبت عليها ميك اب بتلاقي الدهون تطلع اوفر بتصير بتسيح على الوش هي دائما بدها عنايه واهتمام
وبنفس الوقت كمان هذا النوع من البشرة الأفراط بتنظيفه بضاعف الدهون فيه. يعني الصبايا بيفكروا انه اذا مسكوا هالغسول وبقيوا طول النهار مرتين وثلاثه واربعه عم بيغسلوا بشرتهم وينشفوها هذا الشيء مفيد. لا، هذا الشيء خاطئ، لازم نعتدل بالاهتمام فيها او بالعنايه فيها، لانه متى ما نحن افرطنا فيها هي حتعطي دهون زياده، حتعطي دهون اكبر، حتعطي نتائج مضاعفه بدل ما نحن ننفع بنضرها. تماما. اما اجمل البشرات واحلى البشرات ان كان بالصيف او بالشتاء هي البشره الطبيعيه، يعني هي بتحتاج لترطيب معتدل، عناية معتدلة، ومانا بحاجة تعب أبدا. تمام. يعني برح دائما بتنصحوا بالواقي الشمسي، إنه لازم تحطي واقي شمسي، ولكن مثل ما حكيتي سمر قالت إنه في أنواع للبشرات مختلطة ودهنية وجافة، يمكن لكل نوع بشرة إلى واقي معين. وإذا استخدمت الصبية الواقي يمكن اللي ما بيناسب بشرتها، قديش في كمان عواقب لهذا الشيء؟ حابين بس تنوهي عنه لجميع الصبايا إنه يستخدموا الواقي اللي بيناسب بشرتهم. مزبوط. هلأ أقول لك شغلة، الواقي هو عبارة عن مواد نحن بنحطها على بشرتنا كرمال نمنع الأشعة الفوق بنفسجية تماما تجي على بشرتنا، ومثل ما قلنا تسبب كثير مشاكل. أول شيء في عنا بالواقي الشمسي، بنظام الواقي الشمسي، شيء اسمه SPF يلي هو Sun Protection Factor يلي هو عبارة عن عامل حماية من الشمس. تماما. في عنا ثلاث أنواع من الواقي الشمسي، SPF تبعه في عنا 15%، 30% و50%. 100% ما في. هلأ 15% هو بيعطي حماية من الشمس 93%، ال 30% بيعطي حماية من الشمس 97%، وال 50% بيعطي حماية من الشمس 98%. تمام. فهلأ هذا الشيء أكيد كلياتنا بنفضل الحماية القصوى من الشمس، فنحن بنختار الأفضل هو SPF 50%. ما رح نحن هلأ بالصيف وبشهر رمضان المبارك أكيد البشرة بدها تتعرض لمشاكل أكبر، ممكن نتعرف على المشاكل اللي حتصيبنا خلال شهر رمضان المبارك وكيف ممكن نتجنبها أو كيف ممكن هلأ برمضان أكيد كلياتنا عنا الصيام، عنا بدنا نقطع الأكل، الشرب، العصائر، الفريش، الفواكه، فهذا الشيء بيرهق جسمنا وبالتالي بيرهق البشرة عنا. نحن لازم نعوض هذا الشيء عن طريق بقى من بعد الفطور لحتى السحور، عن طريق انه وقت الفطور كلنا قد ما بنكون جوعانين ما بنتحمل انه ناكل سلطه او نشرب عصير او هيك، فورا بننتقل للوجبه او الغداء او الشيء الدسم، فهذا الشيء بخلينا ما بقى نقدر نكمل بعده لا نشرب مي لا نشرب عصير ولا نعمل شيء. فانا بفضل وقت الفطور حتى صحيا لمعدتنا انه اول شيء نبلش بكاسه او كاستين مي، بعدها نبلش بممكن عصير فريش يكون طبيعي كرمال نعوض هذا النقص، بعدين صحن سلطة، وبعدين فينا وقت نريح شوي ونبلش نحن الشيء اللي بنحبه. ودائما نستبدل قطع، يعني الواحد اوقات بيضعف قدام قطع كيك قطع هي بالنهاية ما حتعمل فائدة مثل الفواكه، صحيح. فنستبدل هالشيء بالفواكه. في بعض الاكلات مرح ممكن تسبب للبشرة حساسية، ممكن لكل حدا بيحب الحد، بيحب البهارات كمان اللي مثل ما قلت الوجبة الأساسية خلينا نقول كبسة مثلاً، فبتحتوي على كمية كتير كبيرة من البهارات أو من الحد، قدي كمان شوي البشرات الحساسة لازم شوي تتجنبها تخفف منها. ممكن البشرة الحساسة أوقات من قطعة فواكه بتقب وبتتحسس وبيطلع فيها حبوب، فما بالك من أكلة بهار. هذا الشيء خلينا نحن نقلل كميته ونكتر مقابلها شرب مي. صح. حكينا بدنا نحكي عن تقشير البشرة، هل ممكن أنه يصير بالصيف؟ وبدنا نعرف طريقة التنظيف الصحيحة للبشرة كيف ممكن تصير، واحكي لنا عنها. هلا اول شيء نحن بحاجة بالصيف كل فترة 10 ايام لاسبوعين انه نعمل سكراب بسيط لبشرتنا، وبعدها نحط لها المرطب يلي بيلزمها، لانه البشرة دائما بتحتاج تجديد الخلايا الميتة، هي الطبقة الخارجية او يلي بتجي من اشعة الشمس الفوق بنفسجية، لانه عندنا نحن نوعين من اشعة الشمس الفوق بنفسجية، عندنا بي وعنا اي، في يو في بي ويو في اي. اليو في اي هو اللي بيجي القوي اللي بيوصل لقلب البشره للشيء اللي كثير داخلي، وهذا الشيء كثير بقى صعب علينا معالجته. اما البي هو اللي بيجي للطبقه الخارجيه اللي بيعمل حرق بسيط وبعد البشره بتقشر، لهيك نحن بنحتاج للسكراب. دائما نحن لازم نبلش بسكراب وننتهي بعد السكراب بشيء مغذي نغذي فيه مساماتنا وبشرتنا. تمام. يمكن التقشير اللي عم نحكي عنه بفصل الشتاء هو
بيرغبوا فيه دائما اخصائيات البشره. تماما. هلا اكيد بالشتاء احسن لكونه انه انا وقت بدي اقسى على وشي بالسكراب ما بصير اطلع على الشمس بشكل قوي، فانا فيني اعملها بفصل الصيف بالليل. يعني انا ممنوع اعمل سكراب وقوي واطلع على الشمس، لا انا فيني اعمل بالليل وقت انا بعرف انه انا عندي 10 ساعات 12 ساعه صح. ما في خروج لاشعه الشمس. تماما هيك بصير صح. طيب مرح كل صبيه معنا بتحب او عم تتابعنا بتحب تعرف شو هي بتقدر تعمل ماسكات طبيعيه بالبيت تقدر تستخدمها وتكون اكيد ما تسبب لا حساسيه ولا تهيج للبشره، شو ممكن تنصحيهم بماسك؟ في عنا كثير خلطات لفصل الصيف كثير مرطبه وكثير لها نتائج حلوه. هلا في 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 صيحه كبيره كثير كل الصبايا عم يستخدموها وكل الصبايا فارقين حالهم عليها يلي هي الاوليفيرا، جيل الاوليفيرا يلي كل الصبايا هلا عم يلاقوها فرق فظيع وعم تدخل بمواد التجميل حتى، يعني غير الشكل الصناعي في شكل طبيعي لها يلي هي نبته الاوليفيرا هي لها يعني مثل لون اخضر فينا نحن بالسكين نقسمها بتلاقي بقلبها جيل نخلطه فيها نخلطه مع حليب فيها نخلطه مع قطعه فواكه بنلاقيها منيحه لبشرتنا بنعملها مثل عباره عن كوكتيل وبندهن فيه بشرتنا. تمام. يعني اكيد الماسكات الطبيعيه يمكن الصبايا يلي ما بيقدروا يعملوا ماسكات برا في عندنا ماسكات ثانيه وفي عندنا كمان زيوت. هلا في عندنا للبشره زيوت للبشره الدهنيه، هاي الزيوت بتنفع لجميع انواع البشره. اي خلينا بالليل نحن بنحط يا اما زيت جوز الهند او زيت اللوز وحصرا بالليل لانه متى ما طلعنا على الشمس نحن حيصير عنا تصبغات اذا حطينا اي شيء من هاي الزيوت. بالاضافه لعنا الافوكادو اللي هو بنحطه مع حليب بعد اذا طلعنا على اشعه الشمس ورجعنا لازم نحط هاي الشغلات كرمال نحن نروق بشرتنا ما نخليها تتصبغ بالشكل الكبير. اكيد. كمان مرح بدنا نعرف ليش بهالوقت كمان من السنة بيطلع كتير البثور والزيوان بينتشر بشكل كتير بالوش وبالإضافة كمان أنه عم بيطلع هذا الزيوان ملتهب، شو السبب برأيك وكيف ممكن نعالجهم؟ هلأ نحن هلأ الزيوان حصراً بده يطلع بده تكون البشرة أما دهنية أو مختلطة أو ممكن تكون طبيعية بسبب الأفراط بحط الميك اب والفونديشن فهي إجباري حتصير فيها زيوان فيها بثور، او اذا كانت دهنيه في عالم قد ما بصبايا بتهتم فيها قد ما صبايا بتنظفها وبتعمل لها جلسات في استمراريه بهي الدهون لانه هي شيء داخلي هي ممكن تكون خربطت هرمون ممكن تكون الصبايا كياس على المبيض هذا الشيء بيطالع حبوب ملتهبه او بيطالع زيوان. وقت انا بيصير عندي افراز قوي بالزيوان او افراز قوي بالدهون بيعلق بالمسام وهي المسام هي اللي بقى بتصير بتعبي هذا الزيوان. وضروري كتير ضروري كتير انه نحن وقت اللي نشوف هاي الزيوانات عم تطلع او عم بتبين على البشره ما ناصره لازم نقيمها بس بطريقه بروفيشنال، يعني ضروري الوحده تزور خبيره البشره لتقملها هي ياهن ولا في طريقه بالبيت ممكن تقيمها بس ما يتعلم الحبه او الزيوانه. هلا في 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 شيء شائع كتير عم يعملوه الصبايا اللي هو البخار، هن بيفكروا انه والله انا عملت بخار وقدرت انا اقيم كل شيء. انا ضد هذا الشيء تماما وضد البخار ابدا للبشره حتى بجلسات تنظيف البشره. البخار بيكبر المسام، انا بهون بيسهل علي اني انا اقيم الزيوان بس انا ما بقى فيني اسكر المسام مثل ما كانت. فانا بفضل انه نحن بتقنيه معينه بشيء محدد عند خبيره البشره نحن نقيم هذا الزيوان نسكره بالطريقه الصح كرمال ما يتوسع لانه كل ما طال الوقت والزيوان بقلب المسام المسام حياخد شكل محدد لما نقيم حيبقى مفتوح. تمام. يعني ما رح مثل ما حكيتي دائما الصبيه تحاول قدر الامكان انه تزور اخصائيه البشره يمكن لهدول الزيوانات اللي عم يطلعوا بثور اللي بيضايقونا يمكن سمر كثير نحن بنتضايق ولكن ما في شيء ما له حل. اكيد كله له حل. اكيد كله له حل بس بدك تروحي عند خبيره بشره شاطره تقول لك اياهم عشان ما يعلموا يعني. صحيح. هلا اهم شيء كمان انه قبل الميك اب او قبل حتى الواقي الشمسي نحن دائما نستخدم مرطبات نهاريه، يعني مرطبات وقت نطلع على الشمس هي ما تعمل اي مشاكل وبنفس الوقت تعزل بين الفونديشن او الواقي الشمسي وبشرتنا كرمال تضل بشرتنا محميه.
أكيد مرح معلومات كتير حلوة وأكيد مفيدة لنا ولكل حدا عم يتابعنا. متشكرك كتير ومنشوفك بحلقات قادمة إن شاء الله. شكرا كتير لك مرح على هي المعلومات اللي فتي الصبايا فيها لكل صبية بتحب تهتم ببشرتها. شرفت فيكم وهيك نورتولي صباحي. لو سهلة فيكي حبيبة قلبي. شكرا لك. أما هلأ سمر صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار لنطلع على آخر الأخبار يلي عم تشهدها الساحة العربية العالمية السياسية مع زميلتنا ليمونة صالح. رمضان كريم يا ليمونة. رمضان كريم على الجميع. سالي صباحك في أنت وسمر. إذن مشاهدين الكرام موجز لي آخر وأهم الأخبار. وسطما صباحا أكد مصدر عسكري أنه في خرق فاضح لمناطق خفض التصعيد قامت المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف مخيم النيربي في حلب بعدد من الصواريخ ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين بينهم أطفال من سكان المخيم، فيما أفاد مراسل الإخبارية في حلب إلى ارتفاع حصيلة شهداء مخيم النيرب إلى 10 شهداء بينهم أطفال، هذا واستشهدت امرأة نتيجة سقوط قذيفة صاروخية على مدرسة الفنون النسوية في منطقة الجميلية. نتابع الآن عبر هذه الصور الأولية عبارة عن سقوط صاروخ، وهنا يأتي نقضا للهدنة. طبعا هذه القذائف التي تستهدف مدينة حلب مصدرها المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة غربي حلب. الصاروخ وطال منطقة الجميلية بالتحديد هذه المنطقة المكتظة بالأهالي، هنالك عدة إصابات وأضرار مادية في المكان. وصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها على مقرات ومواقع لانتشار إرهابي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التي تتبع له بريفي حما وأدلب، وذلك ردا على انتهاكاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد. ففي ريف إدلب الجنوبي نفذت وحدات الجيش عمليات على محاور تحرك إرهابي جبهة النصرة في بلدتي الهبيط شمال شرق كفرنبوذي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من إرهابي تنظيم التكفير. وفي ريف حماة الشمالية وجهت وحدات الجيش ضربات لتحصينات المجموعات الإرهابية في بلدات اللطامن وكفر زيت والأربعين والزكاة. إلى خبرنا الأخير، حيث أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط جديد لإقامة 941 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب في الخليل وبلدات بيت فجار والخضر في بيت لحم وأبو شخيدم في رام الله، واعتقلت 8 فلسطينيين. انتهى الموجز مشاهدينا. اما هلا معكم وبرفقتكم نرجع على صباحنا غير لمتابعه باقي فقرات هذا الصباح مع سالي وسمر. رجعنا لكم صبايا. شكرا لك زميلتنا ليمونة صالح، كنت معنا من غرفه الاخبار اكيد مكفيين ببقيه فقرات صباحنا لليوم. اكيد اكيد يا سالي، وصلنا اكيد مع الفنانه التشكيليه لين بطل للمره الاولى التي رايت فيها لوحات الفنانه لين اتت لمخيله رسومات السكان الاصليين لاستراليا. هي من الاقوال اللي عبر عنها احد الحضور لمعارض الفنانه التشكيليه لين بطل. لين، اول شيء الفن عنوانه اكيد بكل تجلياته، فمع الفن التشكيلي بتمتلك صوت حلو أيضا ورائع، بالإضافة لعملها بمجال الديكور
أيضا إلى بصمتها كان بديكور مسلسل مسافة أمان. لنحكي أكثر عن الموهبة معنا لين البطل مرة ثانية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا فيكم. يا هلا هلا. يسعد صباحك. بالبداية فنانة متعددة المواهب، نعرف أنك تخرجتي أنت عام 1997 وبديتي الرسم بعمرك كان 4 سنين. صح. كثير من القصص عنك لين، ممكن تحكي لنا عن بدايتك في الفنون التشكيليه؟ هو الحقيقه انا يعني خلاني بعيله فنانين، يعني خالي وخالتي كلنا، ففي شيء بالدم مثل ما بيقولوا والجينات. فمن عمري 4 سنين فعلا بعشق شيء اسمه رسم. اخذت الجائزه الاولى على 65 دوله للاطفال، كان في 12,000 لوحه، انا الاولى كنت باليابان، فكانت هيك كمان دافع قوي كثير. وبعدها انتسبتي ل بعد البكالوريا انتسبت على الجامعه كليه الفنون الجميله قسم الاتصالات البصريه اعلان. يعني اشتغلت فيه شوي، ما حبيت الكمبيوتر ابدا فما استمتعت يعني، فحولت اكيد اللوحات مستمره من انا وصغيره، وبعدين الهاند ميد. تماما. من عائله يعني تعشق الفن، من عائله خلينا نقول مثل ما قلتي بالدم هي الشغلة. صح. بتصير. صح. عم نشوف لين البطل بألوان، ألوان جميلة جدا، ألوان مريحة للنظر، خلينا نقول أكثر بستايل، خلينا بيبين دغري الفنان، الفنان بيبين دغري من ستايله، من لبسه، من بوته، حتى من حلقاته ومن شنطايته. خلينا نحكي عن لين الفنانة، خلينا نحكي ايضا عن لين صاحبه الصوت الجميل. شكرا. هلا ما تقولوا لي غني اليوم، الحساسيه دفعتني. غنينا شوي. هلا بما انه انا بحب كثير كثير الالوان، ف قررت ساوي شيء اقدم فيه شخصيتي انا. ونتيجه الحرب طبعا بيع اللوحات كثير خف وما عاد في معارض كثير نادره، فقلت بدي اعمل شيء هاند ميد سهل التداول، يعني فيني بيعه بسهوله وشغلات تستخدم بالبيت او للجسم. فطلعت بماركه لفلوف، هي يعني هو عباره كلها عن لف خيطان على حبال، وبعدين بعمل منها اشياء مختلفه، وزخروف هي الزخرفه على كل شيء. أكيد لفلوف وزخروف ممكن نحكي عنهم، كيف خطر ببالك الأسامي؟ بما أنه أنت كنتي بلوحاتك لين ما بتحبي تطلقي الأسامي على لوحاتك مشان ما يعني ما تخلي العالم يفكروا أو ياخذوا فكرة عنهم، بتحبي كل إنسان يطلع على لوحتك هو اللي الشيء اللي حس فيه واللي يعني بتاخذه أفكاره له يعبر عنه بشكل صريح وواضح. شو خطر لك تسميهم زخروف ولفلوف واحكي لنا عنهم كمان؟ تمام. هلا خطر لي أول شيء هو الواحد اللي بده يسوق بشكل حقيقي لازم يعمل براند، فالبراند لازم يكون له اسم. فاللفلوف خطر لي لانه كله عم بلفلف فيه، وانا بحب الاسماء القريبه من القلب، ما بحب تبع يعني شيء كثير ما بعرف هيك يكون فانتازيا. فحسيت لفلوف قريب على القلب وبيعبر تماما عن الشغل هذا. وبعدين وقت بعيدا عن لفلوف بلشت الزخرفه، فقلت رح اعمل هو براند ثاني كمان اخوه للفلوف، فسميته زخروف. على فكره الاسمين مهضومين وحلوين وقريبين على القلب، واكيد هلا الاولاد كثير حيحبون، ممكن بيصلحوا يكونوا ايضا عنوان لفيلم للاطفال. رح ننتقل للعمل الدرامي مسافه امان يلي لين البطل حطت بصمتها فيه. تفضلي. هلا انا وحده من اللي اشتغلوا ديكور، بس الحقيقه هي اول مره بشتغل، وانا بتشكر الاستاذ ليث حجو انه وثق فيني، لانه الاستاذ ليث كثير صعب الشغل معه قد ما هو دقيق بشغله وبحب شغله. فانت بتضلك خايفه انه انت شو رح تعملي هلا، انه صح ولا غلط، هو شو رايه، هو ما كثير بيعبر عن رايه. فدائما هيك بكون عم بستنى انه لاقي هيك بس نظره منه انه اوكي يعني ماشي الحال. فكانت اول تجربه لإلي وكثير استمتعت فيها، وهي بس قصه تكنيك، كيف بتعرفي تكنيك تفوتي بهي القصه، الديكور بالذات تبع المسلسلات، فيكي بعدين انت تقرري لحالك شو تساوي. شو ممكن مشاركتك بمسلسل مسافه امان شو ممكن تضيف لمسيرتك الفنيه؟
الحقيقة يعني هي لأنه كمان اشتغلت مع الأستاذ ليس حجو فهي يعني بتضيف أكيد للسي في تبعي وخبرة أكيد خبرة. أنا بحب أشتغل بأشياء ما لي شغلة فيها قبل لأنه بتضيف لي خبرة أكيد. إيه. حلو الانطلاق لين من إيه. من خلينا نقول من بوابة صغيرة إن شاء الله يا رب هيك من بعد مسافة أمان يكون لك أعمال تانية. الرسم على الزجاج كان له نصيب أيضا من أعمال غير هيدا اللوحة اللي عم نشوفها هون على الطاولة. نحكي أيضا عن كمية الشغف بالألوان. إيه الشغف يعني مو طبيعي لأنه ما بعرف شو أساسه. في شيء من الطفولة أكيد، في شيء حب للبرامج من أنا وصغيرة تبع القبائل الإفريقية وأستراليا والإنكا والمايا وهدول، ودائما بحس إنه اللون بيعطي طاقة. كمان بحب إعادة تدوير الأشياء، يعني آخر قطعة ساويتها هي طاولة فورمايكا لأنه أنا كتبت على الفيسبوك إنه الفورمايكا كتير بشعة عنا، يعني فعلا طاولة قبيحة في المنزل، فأنا رسمت على طاولة الفورمايكا وكتبت إنه فيكم ما عاد تخبوها عن الضيوف لأنه دائما نحن نخبيها حتى هي الكرسي البلاستيك أنا غلفته بحبال على الكرسي اللي كل البيوت عنا إياه كمان طبعا. كمان حبيت أعمل له إعادة تدوير وقطعة يكون حلوة بالبيت. دائما لين الوان الصريحه المبهجه دائما متابعين لما بلشتي مسيرتك الفنيه وكان مرأة عالم خاص فيكي، ممكن كمان تحكي لنا عنهم كيف بلشتي فيهم كيف لحد اليوم انت على نفس الشيء لين لك بصمه خاصه بهذا الموضوع؟ حقيقه يعني السبب مجهول بالنسبه لإلي لانه الشغف بيكون بشيء بالطفوله بيستمر معنا للكبر ما بعرف شو اساسه بس بيتطور مع الوقت تصيري تعرفي تخدمي هذا الشغف اللي عندك يا بشي ممكن انت بعدين تكتشفي انه لازم بقى تعيشي، يعني انه انت لازم تشتغلي تجوزتي وصار عندك اولاد وبدك تشتغلي تجيبي مصاري من وراء هذا الشغف أكيد. اللي عندك يا مو اي حدا لين بينجح بمجال الهاند ميد خاصه الهاند ميد بده بالإضافة للشغل هو بيأكل شغل وبيتطلب جهد أيضاً من المرأة ووقت أكيد ولكن أيضاً بيتطلب عين ونظرة ومخيلة. يمكن أنت بتتخيلي هيدا المخدة كيف بتتخيليها بتبلشي بتشتغلي عليها. خلينا نحكي قديش عمل الهاند ميد هو عمل دقيق وبيحتاج لروح. هلأ الأساسي أنه هي الروح اللي حكيتي عنها، ما اي حدا فيه يعني هلا كل العالم ممكن تتعلم كروشيه ممكن تعرف ترسم كذا بس انت عملتي شخصيه لحالك هذا هو الاهم، انه يكون عندك شخصيه مميزه يعرفوا الناس انه هاد شغلي او هاد شغل فلانه. هي الشغله بتخيل يعني هي الاساسيه بس الفن الاكثر مثل ما بنقول من اكثر براءه وحريه صح. وعفويه. الفنانه لين بطل تشرفنا كثير باستضافتنا لك اليوم، نورتي كتير. اكيد صباحنا واهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا فيكم اكيد لينا بدنا نتمنى لك كل التوفيق ببدايتك مع الدراما. بدنا نشكر وجودك معنا، القيمه المضافه اللي كانت لنا بهيدا الالوان الجميله. بسط بالحديث معك ويا طول الحديث معك وحابه ما يخلص ولكن ان شاء الله حيكون لنا وقفات ثانيه. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. شكرا اهلا وسهلا فيك. وهلا يا سالي نحن اليوم ب 15 ايار هو اليوم العالمي للاسره اللي حددته الامم المتحده، لنعرف عن هاليوم اكثر واهدافه والفعاليات اللي بتصير حول العالم. خلونا نتابع الماده التاليه. اليوم العالمي للأسرة يوم للتشارك والسلام أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993 ويجري الاحتفال به في 15 من أيار من كل عام للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة. في هذا اليوم يتشارك الأفراد والعائلات الطعام مع الأصدقاء وخاصة المحتاجين منهم، كما تقدم ضمانات شخصية بعدم العنف ونشر رسالة السلام والتشارك أملاً
في جعل العالم والمجتمع مكاناً أكثر أمناً للعيش. نشأ اليوم العالمي للأسرة من احتفالية الأمم المتحدة بالألفية يوم للسلام، كما يهدف هذا اليوم لتسليط الضوء على أهمية الأسرة في المجتمع ودورها في بنائه وتقاسم كامل المسؤوليات المنزلية وفرص العمل، ومن حقوق الأسرة تأمين المعيشة، حفظ الأمن وتعليم الأبناء. الأسرة هي العماد الأول بأي مجتمع. خلينا نقول كيف إذا كانت هيدي الأسرة مترابطة، مثل ما تابعنا بالتقرير السابق، اليوم العالمي للأسرة وبشكل خاص تزامن هالسنة مع شهر رمضان المبارك يلي بتلتم فيه الأسرة، تتقارب صلة الأرحام، بصير في تواصل أكثر، كل حدا زعلان من حدا ممكن يخلق جو الأسرة جو من التسامح بشهرنا الفضيل شهر رمضان المبارك. لنحكي أيضا عن هذا الموضوع ونفوت فيه أيضا بتفاصيله معنا الأستاذة فاتن نظام، مدربة تنمية بشرية. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم. أهلا وسهلا. رمضان كريم ويسعد صباحك. مثل ما بنعرف اليوم العالمي للأسرة عام 1993 أعلن عنه بالجمعية العامة للأمم المتحدة. ممكن نتعرف على هذا اليوم ونعرف أكثر شو هي الأهداف الأسرة التي تقوم عليها الأسرة الصحيحة طبعا؟ أول شيء كتعريف للأسرة، يعني نحن بنقول شو هي الأسرة؟ الأسرة هي أول لبنة الأساسية بالمجتمع، يعني نحن كل ما بنقول إنه نحن لازم تكون الأسرة صحيحة وسليمة ومثل ما بقول ناضجة، كل ما أنا معناتها أنا وفرت صار عندي مجتمع ناضج وسليم 100%. كل ما كان بناء لهي الأسرة بالمصطلحات خلينا نقول العلمية والاجتماعية وبكل المعايير، فهي نفس الشيء حيرجع المجتمع عندك مجتمع واعي، وبنفس الوقت حيكون رقم واحد بين المجتمعات الثانية. أهداف الأسرة كل بيت نحن لازم نكون أسرة. أول كينونة نحن لأي طفل لأي حياة هي الأسرة، فأنت إذا ما كانت بناء هي الأسرة بأهداف خلينا نقول من جميع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نعم، كلها إذا ما كانت 100% فأنت ما حتقدر تكوني المكون الأساسي لهذا المجتمع هو الطفل. صحيح. بس يسألوا أي اثنين أنتوا ليش كنت تتجوزوا؟ يكون الجواب بدنا نعمل أسرة. طيب أوكي ماشي، الأسرة هي خلينا نقول الهدف من الزواج أو الغاية من الزواج هو تكوين أسرة، ولكن لأي مدى وأي حد لازم تكون التفكير سليم؟ لأنه بناء الأسرة مثل بناء أي بناية، إذا ما كان في أساسات وعضادات بدها توقع وبده يصير كارثة. نحكي عنها أكثر. ما تنقول نحن بالفعل هي كلمة إنه الأسرة، هلا في كتير صبايا وشباب إنه ليش بدك تتزوج لكون أسرة، بدي أعيش باستقرار. كلمة استقرار، بدي أكون أسرة إنه أنا بدي أستقر، يمكن أستقر نفسيا اجتماعيا اقتصاديا كلها هي، فمعناتها قديش هي أساس، فمعناتها لازم يكون قديش في توافق 100%. يعني هي ما القصة، يعني إحنا مو اللعبة إنه بتكوين الأسرة، لأنه بعد الأسرة هي مو عبارة عن مشوار، هي عبارة عن أسرة في إلى أبعادها، هي ما لها مشوار، هي سيران، هي في عنا تحديات إلى لهي الأسرة. أكيد. وخصوصي بهذا الوقت في عنا كتير تحديات إنه أسرة تكون عم تنشأ بالطريقة السليمة. فهذا التوافق اللي هو أساس قبل الزواج، اللي هو الهدف أساسه هو الأسرة، أول شيء بده يكون توافق نفسي واجتماعي حتى الأفكار. يعني إحنا مثلاً بموضوع تكوين الأسرة ما بدها مسايرة، إنه أنا مثلاً خصوص الشاب والصبية اللي بيحبوا بعضه مثلاً بصير إيه خلاص مثل ما بدك أو مثل ما بدك. بموضوع الأسرة ما بصير إنه نحن نتجاوز أو مثلاً أنت مثلاً إنه مسايرة بهالوقت وبعد الزواج لا بنتغير، لا ما في شيء بيتغير، أنت بدك تتوافق على كل النقاط، لأن هي الموضوع بعدين بصير ما بدك تكوني خليكي بالزواج أحسن ما توصل إلى موضوع الطلاق. فنحن دائماً صحيح. دائماً نحن بأي موضوع بأي مشروع
بحياتنا، مثل ما بنشوف نحن الشغلات الإيجابية لازم كمان نشوف الشغلات العقبات، لازم نضوي عليها بطريقة إنه نلاقي لها حل قبل ما تصير الموضوع حقيقة مزبوط ويصير في عنا أسرة حقيقية بتكوينها. أكيد مع تسارع وتيرة الحياة والانشغال أو الانشغالات والمشاكل اللي عم بتصير معنا، صاروا الأبناء كتير بعاد عن الأسرة. الفرد، أي فرد فينا عم بيبعد عن أسرته، شو المفروض يكون، كيف ممكن يتقرب الفرد من الأسرة بهالوقت يعني بالرغم من الانشغالات والمشاكل اللي عم بتواجهه؟ هلا نحن كونا أول شيء قبل بالعصر القديم كانت هي الأسرة هي كل شيء، يعني هي اللي بتوفر لي المعلومات وهي بتوفر لي الاحتياجات وكل المواضيع هي الأسرة. فأنت مجرد ما طلعتي خارج الأسرة وتاخذ الأسرة مثل ما نقول ضعنا مثلا، أما هلأ صار أنت عم تاخدي الإشباع من أكثر من جهة، فهي معادلة الأسرة هي بس فقط المسؤولة عن هذا الموضوع. فنحن ما تقولي أنه كيف بدنا نوصل، معناته أنت بدك تبني صح. في شيء اسمه وقت مثلا، خلينا نحكي بالطريقة الصحيحة، وقت الغداء انه الكل يكون موجود، لو لو صغار صحيح. لا المشكله صحيح. حتى لو صغار، لا انا بدي اتغدى لحالي، لا انا جيت من المدرسه اتغدى. دائما في قصه ما نحن نعمل هذا الاجتماع العائلي، هي صحيح. عباره على الكلمات، على التبادلات، حتى بالمساء يعني كمان هي الاجتماعات العائليه كمان هي بتخلينا دائما في تقارب اسري، فمعناتها صار عندنا في الى اهميه الاسره، ما عادت هي شغل انه ايه خلاص بيجي على البيت بحكي مع ماما بحكي مع بابا، لا هي شيء اساسي وهو شيء مهم جدا. صحيح، لمه العائله هي كثير مهمه ايضا لتقارب الافكار بين الاباء والابناء، لعدم نشوب خلافات، واحيانا كل ما كان في شرخ بين الاهل والطفل، ما رح نقول الطفل، خلينا نقول الشاب ايضا الطفل، برا بيصير في مشاكل يمكن ما يلجا لاهله فيها فيوقع بمشاكل اكبر من هيك. خلينا ايضا نحكي عن اهميه الاب والام في توجيه الطفل. في كلمه بتنقال كثير، ايه ما ذنبه، ذنب اهله، فهيدي القصه خلينا نضوي عليها. تفضل. نحن الفكره كثير، هي النقطه كثير مهمه. هلا حقيقه هي اللي بنقول عليها الاسره لها وظيفه نفسيه، الوظيفة النفسية اللي هي بتعطيكي شعور بالحنان، الحب، الدفء. يعني احنا بنقول انه انا بدي اروح على البيت بدي ادفى، بدي تحسي بهذا الشعور. صحيح. هذا الشعور كتير مهم، بعد انت تشعري انه بالامن والامان، انا رايح على بيتي على الامن والامان، على الحب، على الاهتمام. نحن المشكلة هلأ صار في عنا فقد لهذا الموضوع الاهتمام، يعني الام مثلا صارت ما عندها اولوية، صارت عندها ابناء للأسف الشديد، فهي عندها اولويات شيء تاني. فانت بتلاقي هلأ فصار عنا مشاكل نفسية، ما تندخل الاولاد على الكيجي تمام، فانت بتلاقي الاطفال عم يتعلقوا وين برفقاته. صحيح. فهذا هذا اذا كنا طفل، حتى الشباب بتلاقي انه الاهل ما عم ياخذوا هذا الدور اللي هو اساسي عنده الوظيفه النفسيه، فانه عم ياخذوه من الخارج. طب هذا المشكله معناته من مين؟ من الاب والام. عيا بعدم توافق بيناتهم، في مشاكل خلافات، او مثلا كل واحد احيانا بضب الولد لجانبه، فهذا كثير خطير كمان، انه لا انا خلص بسايرك وكذا، فهذا بيؤدي لتدهور الطفل او الشاب بكل مراحل، سواء كان طفل او كان هو مراهق. فكرمال هيك نحن اول شيء الاهتمام، يعني نحن ما نقول شو الفرق بين الحب والاهتمام او اي الاهم، بقول لك لا الاهتمام اكيد، بعد انت تهتمي بالشيء بالشخص فانت اكيد حتقدري تبادلي مشاعر، حتبادلي بمشاكله، حتى حتحاوري، يعني انت حتسالي، ما بقى حدا يسال صار معك مشكله غير تقولي بروح لعند ماما بقول لها او بروح عند بابا بقول له. وبهذا الموضوع اكيد كثير حلوه هي العلاقه من الولد او الشاب، انه بس يصير معه اي شيء باليوم يقعد مع امه يحكي لها، كثير بتصير علاقه كثير بتجنن. هلا بدي اسالك، نحن بشهر رمضان المبارك هو بس بتصير العائله بتجتمع بشكل اكثر واكبر، كيف ممكن نحن نستفيد من خلال هي القصه جمعه العائله والالفه والمحبه اللي عم بتصير فقط خلال شهر رمضان المبارك، انه ناخذها على طول مدار العام؟ شو ممكن؟ هلا هو شهر رمضان له لحاله، له جو لحال، له طقوس خاصه فيه، فهي ما تنقول شهر رمضان هو شهر اللمه والالفه والجمعات. نعم. والموائد. فهي الفكره معناتها نحن قادرين انه نحن بنعمل مو بس بشهر رمضان هي الالفه، على مدار السنه، يعني هي الاجتماعات العائليه ما بدنا نخليها هي ليوم او يومين، لا هي بنخليها لاكثر من هذا الشهر الكريم.
نحن بالفكرة أنه لازم كل شهر إذا خلينا على العائلة الأسرة مو الصغيرة، الأسرة الكبيرة كعائلة، فهو إذا عملناها هي مبادرة كل شهر نعمل هذا الاجتماع، فهو أكيد يقيناً حيكون رقم واحد بزيد الألفة. ما تنح أنت تكوني عندي عم تشتغلي على بناء شخص اجتماعي ونفسي ومن حتى العلاقات الأسرية، فأنت ثقة تماماً أنت عم تبني مجتمع بطريقة كتير حلو وبطير متفاعل. صحيح. يعني حتى ما أنت تكوني مزبوط داخل المنزل فأكيد حيكون هو ناجح خارج المنزل، لأنه أنت ما تكون هو عنده فشل بأي موضوع بأي جانب من جوانب حياته فهو حيلاقي فشل. نعم. بجوانب حياته الخارجية. يعني أستاذة فاتن شكرا كثير لوجودك معنا، بدنا نشكر أيضا المعلومات اللي فتينا فيها، إن شاء الله يا رب هيك يكون شهر رمضان شهر هيك خير عليك وبركة عليك وعلى جميع عائلتك. نورتي صباحنا، شكرا. تسلمي لي وكل سنة وانتم سالمين، ونعاد عليكم. شكرا لكم، نعاد عليك واهلا وسهلا فيك عن جد، نورتي صباحنا. وهلا يا سالي بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم، بنلتقي بكرة على الساعة 10 ان شاء الله. لكل يلي عنده فكرة او موضوع حابب يشاركنا فيه ابقوا على التواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، وتمنياتنا تبقوا بألف خير مني ومن سالي ومن فريق صباحنا غير، كل الحب ونهارك سعيد يا سالي. نهارك سعيد سمر، نتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي. الى اللقاء.